باش ان الموت ديالو كيفاش كيديروا ليه. داكشي ما نقولش لك اخويا داك الموت، تفنوا ليه في الموت ديالو. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الموضوع ديال عبد الرحيم اللي تقتل بطريقة جد بشعة من أجل الأرض. مشاهدينا الكرام، الفيديو الأول تناولناه مع الزوجة دياله، الفيديو الثاني مع الإبن دياله اللي حضر الواقعة، والآن معنا الإبنة ديال عبد الرحيم. أسباب مسببات الواقعة، الهدف الأسمى كما قلت في السابق لهذه المادة بالضبط هو الإفادة ورسائل لتغيير العقليات على الأرض. الأرض في القرى موضوع النقاش، إذا كان شي نقاش عادي على الأرض كيوصل جريمة قتل. أسباب ومسببات الواقعة صعبة، والمآل في الأخير هو السجن وأمور جد سلبية. مشاهدينا الكرام، غنشوفوا الموضوع مع ليلى. ليلى، الله يرزق الصبر في الوالد ديالك. أنت تبعتي القصة، كيفاش شفتي هذه القضية من الأول على هذه الأرض؟ ما نصحتوش الأب ديالكم مادام أنه كاين شي أطراف اللي كيهددوه، يعني بحال هما علموه أنه يقدر يوصل هذا الشيء للقتل اللي وقع نيت. ما نصحتوش نتوما وانت تبارك الله كبرتي خوتك كبروا باش تنصحوا الوالد أنه يتفادى هذه الأرض مثلا، نظرا لهذ العقليات اللي حنا عارفينهم كيفاش دايرين. كان جا عندي واحد المرة وقلتها لي، قلت لي با ما عندك ما دير بهذ البلاد. قال لي أنا شاري بوراقي يا زعما كان ماشي تغيت عليهم ولا خدت لي مش حاجة ماشي ديالهم. قال لي يا زعما كان راه ديالي هذاك الشيء ديالي، زعما كشريت بوراقي زعما كنمشي يعني خايد لي مش حاجه ماشي ديالهم، يعني داكشي ديالي. واللي بغيت نقول انا يعني هذاك الموت اللي داروا لي كنشوفوا الفيديوهات كننعسوش، كنشوفوا داك الموت اللي داروا لي كيمشيو كيتسرحوا كيجيو بقاو يخبطوا فيه بحديد باش ما كان اللي عندهم داكشي. انا كنشوف فيديوهات كيجي شي خبرك تليفوني كنخاف منه، حيت في داك الفيديوهات اللي شفنا الموت ديالو كيفاش كيديروا ليه. داكشي ما نقولش لك اخويا داك الموت، تفنوا ليه في الموت ديالو، تفنوا فيه. كنشوفوا دوك الفيديوهات كيفاش كيمشي وكيرجعوا ليها عاوتاني وكيبقى يخبطوا فيه كيضربوا فيه اي بلاصه مسكين. واش صوت الله المخ خارج ليه من هنا، العظومه خارجين ليه من رجليه، يعني هذاك انا اللي بقى فيا الحال ملي كتفرج في ديك كيجيني يعني ظلموه بزاف، ظلم باش ديروا لي داك الموت بحال هكاك خايبه. يعني كتمشي وكترجعوا كتسخفوا وكتنوضوا وكتبقاو تعطيو كيبقاو يعطيو. اخويا لا، هذيك الموت اللي داروا لي ما تقبلنا لا راسنا لا والو. خبرك الناس ما كيجينيش انا، ملي كنبقى نتفرج فيهم كيشدني واحد الحقد، كنقول لي ماشي موتات الله هذيك اللي داروا لي ولا ضربت طوموبيل ولا شحال. كنتفرج فيه في الليل كيجيني كنكون نصيب نخرج برا نبقى نغوت، ماشي موت هذيك اللي داروا لي. كتصور مسكين هو متكي وكنشوف واحد مول الكحل جاي ليه، واحد مول الكحل كيبقى يعطيه مول البيض الاخر كيعطيه. المراه الشارفه هذيك المراه الكبيره اللي هزت حجره كيبان في الفيديو هزت حجره وخبطت عليه على راسه كتقول لهم قتلوا الكلب مشي فينا واحد، قتلوا الكلب. واش هذاك انسان؟ والحيوان ما ديرش ليه بحال هكاك، حيوان وما نديروش ليه بحال هكاك حيوان. واش المراه الكبيره اللي بقى لها شحال بقى لك في عمرك؟ شحال بقى لها في عمرها هي؟ با مشى شهيد، الحمد لله با انا مشى شهيد. شو يشوفوا هما راسهم عاقبتهم عند الله. ما انا بغيت، اش بغيت؟ انا بغيت حق با، انا باغا غير حق با، ما باغا والو، باغا من الشعب يوقفوا معانا، انا باغا حق با، بغيت حق با ما يضيعش، حيت حنا ولادو ما كننعسوش، وحنا ما غننعسوش حتى ناخذوا حق بانا. حنا بغينا حق بانا بالقانون، ما بغينا حتى حاجه، بغينا غير نشوفوا داك الجرم اللي داروا في با، وهذيك هذاك القتل اللي داروا ليه ماشي رحمه. هذيك حنا ما عندناش في بلادنا بحال هكا، وكنقول عاش الملك، بغينا حق بانا. هادشي اللي باغا. تكلمي لي على هذه اللي دارت هذا الجرم هي ولادها، شنو كتجيكم؟ انا ما كنعرفهاش الصراحه، هي كتجي عم كتقول ولاد العمام عمه با، انا ما كنعرفوش هاد المراه. علاش هي ما بغاتش با كيشري هذيك الارض؟ ما عرفتش شنو السبب. علاش ما حاولتش هي تشوف مع خوها، يعني خوها هاد المراه هادي خوها هو مول الارض، هو اللي باع لباك الله يرحمه، تشوف هي مع خوها ديك الساعه وتشريها من عنده في الاول ياك؟ علاش خوها باع الاب ديالك انت؟ كيقولوا كان بيناتهم نزاع بين خوها وخوها، واقفين في المحاكم بيناتهم نزاع، مخاصمه بيناتهم نزاع، هي وخوها مول الارض. ها هي مول الارض بيناتهم، مسكين مشى هو اصلا، وهو باقي 40 يوم هذا خوها، باقي 40 يوم وجاته استدعى باش داعيه، بيناتهم نزاع اصلا، هما بيناتهم نزاع، هما وما حضرش الواقعه هو مول الارض. لا مات، با هو اللي دار لي العشاء، با انا دار لهذا اللي تكاتبوا وياه وشرب من عند البلاد دار لي العشاء، عشاه ونعاه، والقبيله كلشي كتشهد بهذه الحقيقه.
نعاو دار لي العشاء مسكين وما خلى ما دار عليه مسكين مني مات، ومسكين مني كان في ديك المرض الخايب مسكين، جا عدو غير هنا جا عدو اعتنى بيه وقال لي ما عندي حتى واحد وداك الشيء. وجا باك شرا انت هاد الارض ما عارفاش انا واش قديم يعني ملي كان السيد قبل ما يمرض. لا ماشي قديم بزاف، قبل ما اتكاتب مع مولاه هذا اللي مات صافي مسكين، تكاتب معاه دار معاه اوراقي داك الشيء مات، وماشي بزاف باش شرا الارض جديده، باش شرا جديده غير هاد المراه ماشي غير با اللي دايره ليا تاغيه هي وولادها تاغين، تاغين على ديك القبيله تاغين عليها بزاف 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 لي دوا. شي فين في الزاويه سيدي اسماعيل تاغين عليهم بزاف هاد الناس، هاد الناس ماشي مع با راه مع القبيله كامله تاغين عليهم، راه لي دوا قال لي دوا كيقتلوا حصا، لي دوا كيقتلوا حصا خويا. لا انا كنتمنى من با ياخذوا لي حقه، حيت ماشي قتلوا قتله اللي ضربوا ضربه الخطا ونقولوا لا، تفنوا لي في الموت ديالو. اختي الله يرزقك الصبر وشكرا لك، عطيتيني افاده ووضحتي لي الامور كما يجب. مشاهدينا الكرام لتنوى الراي العام اكثر في الموضوع، هذه هي الواقع اللي توفى بها عبد الرحيم، جريمه قتل جد جد بشعه، اسباب مسببات هي الارض، وهذه العقليات لا زالت كنعيشوها في المجتمع وحنا في 2022. اشكاليه كبرى من اجل الارض، الارض ديال شخص عنده نقاش مع الاخت ديالو وهو قريب في العائله، عبد الرحيم المرحوم اتفق معاه وباع عليه الارض، الا ان الاخت ديال صاحب الارض في الاول لها راي اخر، هي بالرفقه ديال بناتها ولادها انتقموا مع عبد الرحيم ووصل الارض بطرق جد جد بشعه، والضابطه القضائيه بطبيعه الحال توصلت بفيديوهات كتوثق العمل الاجرامي اللي صراحه كارثه بكل المقاييس. مشاهدينا الكرام الشق الانساني ما تيفكر فيه حتى واحد في هذا الموضوع، في بعض العقليات. عبد الرحيم مشى، الزوجه ديالو هي حدانا عندها معاه بنيه، ولادو كبار، المآل ديال هذا الملف هاد السيده ولادك ضاعوا مشاو للسجن، حسابكم الله عز وجل، ضيعتي عائله. مشاهدينا الكرام لتنور الراي العام اكثر في الموضوع، هذه افاده من اجل كل من ساهم لتغيير هذه العقليات اللي كيتم فيها جرائم من اجل الارض. اسباب ومسببات الواقعه واضحه، عبد الرحيم الله يرحمه شرى بالقانون وفق المساطير المعمول بها، الا ان اخت صاحب الارض لها راي اخر، سلوك اجرامي جد جد بشع. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.